اليوم أصبحنا في ديرة غير ديرتنا أمس. بعد يوم جميل ويا صباح الخير، يا هلا وسهلا، يا صباح الجمال، يا صباح الحليب النرويجي. راح الكرك ولكن الحمد لله كرك نرويجي سلم. حنا متجهين إلى سترين، الآن أشرحها على الخريطة. في الطريق أدركنا الليل، شيكنا على ال لكن الساعة 12 كله يغادر إلى كل إلى وجهته. مثل هذولا مقيمين أكثر من يوم، يوم يومين، تقدر أنك تجي تحجز أكثر من يوم. المرافق فيه 5 نجوم، هناك دورات المياه، المطبخ، حنفطر إن شاء الله على البحيرة، شيء مرتب، كهرباء، موية. جوجل مابز أعطانا أن المخيم ذا تقييمه 4.6 من 10، فورا وقفنا فيه من غير تفاهم. طبعا أمس في الليل كل هذا اللي تشوفونه كرفانات. سعر المخيم في الليلة 400 كرونة، يعني حول 180 ريال سعودي. الفطور اليوم على أبو تميم، يلا أبو فهد، في مطبخ المخيم. قرص مفتوت بمرقة ومرقة بلحم، يلا نشوف التفاعل. الله على الدخان، شوف شوف، أحب حر أبو سعود بعد. يا سلام، سلمت يمينك بالعافية. اليوم الديربي ساخن بين الاتيكيت وابو تميم. هذا حليب نرويجي، حليب نرويجي يا عمي، هذا علاج البرد يا ابو فهد. هالحب حر ذا، هذا ابو سعود، حب 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 حر ابو سعود في النرويجيوة. وهذا القرص المفتوت باللحم، شوف اللحم. يا سلام، شوف 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 ما شاء الله تبارك الله. هذا اللحم النرويجي، هذا اللحم النرويجي، يا سلام يدخن. هذا فطور مع غدا، فطور مع غدا مع عشاء، بس الله يستر. كيف ترد على هذا الكلام يا بعد؟ والله قد علمك الناس مشربه مو لمرقه زياده. لا بس بس احط لك مرقه، لا بحط لك مرقه. يا سلام. من الخدمات اللي تقدمها المخيمات غير مكان الكرفان والكهرباء والدورات المياه والدش والمطبخ، انك تغير ماء التصريف في الكرفان. الحين في خزان احنا عبينا، خزان ذا امتلأ من الغسيل والترويش، غير ماء المرحاض طبعا. شوفوا كيف انا الحين خلاص انا اغير ماء الكرفان. هذا الماء الصالح اللي نسوي منه القهوة والشاهي، افضيه. بعد ما افضيه اغلق هذه واعبي ماء صالح للشرب من الكرفان للكرفان. هنا موجود علامة انه هذا ماء صالح للشرب. حلو، بسم الله كفلها كذا واسحب. خلاص عبي التانكي في الكرفان، وجميع التفاصيل الرحلة الكرفان بإذن الله حنزلها على قناتي في اليوتيوب. تخدمها هذه هي علبة فيها ضامن، فك الضامن تسحبها خلاص زي الشنطة كذا، تسحبها للمكان المخصص. برضو حتلقى علامة لها، أوريكم علامتها. شوف هذه علامتها، هذه علامة تصريف الماء اللي في المرحاض، لها غرفة خاصة. هذه هي الغرفة، أعزكم الله. لبال ما تعبي موية أوريكم تصريف ماء المرحاض. ودائما دورة المياه في الكرفان إذا أنت في مخيم لا تستطيع. عشان استخدم يد واحدة عشان التصوير. كذا أصبح الكرفان جاهز للرحيل، حتى لو ما حصلنا مخيم مدانا نبات في أي مكان. كرفان فيه بطارية إضافية، فيه دورة مياه، فيه مياه شرب.